وصف أحد المطارن الموارن الناشطين سياسياً المشهد المسيحي في لبنان بالمتخبط والضائع إزاء كل الملفات المطروحة من الرئاسة إلى الاقتصاد. تعتبر مرجعية متنية أن ما يحصل في بلدية أساسية يشكل نموذجاً مصغراً عن كيفية إدارة البلد على مر السنوات ما أوصلنا إلى الكارثة الحالية. يرى معنيون أن الضجة التي أثارها نائب سابق في الأيام الأخيرة تأثير معدوم على الأرض على عكس الجو الإعلامي الذي رافقه.